يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة النهاردة، تفاصيل كتير كمان بتتعلق باستعدادات الأهلي الأخيرة لمباراة الغد الهامة جدا في بطولة الدوري أمام فريق كبير نادي الزمالك، مباراة القمة، مباراة قوية أكيد مترقبينها بشكل كبير جماهير الكرة المصرية كلهم، وأكيد هي مباراة يعني بتعكس مدى تطور الكرة المصرية. نتمنى أن هي تكون مباراة طليق بالفرقتين، وأكيد نتمنى التوفيق للنادي الأهلي أنه يقدر يفوز ويعني يقترب من الصدارة مع وضع في الاعتبار عدد من المباريات المؤجلة. لو فاز فيها الأهلي كمان ففارق النقاط يتسع، فده الهدف الأساسي بالنسبة للفرقة عشان تقدر ترجع بطولة الدوري وتنفرد بشكل مبكر شوية بالصدارة، وده هيبقى أمر مهم جدا في إطار المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز بكل تأكيد على هذه البطولة الغالية. فبالتالي النهاردة عندنا تفاصيل كتير جدا، وكمان فيما يتعلق باجتماع مجلس إدارة الأهلي اللي هيبتدي بعد لحظات من دلوقتي بالتحديد ميعاده الساعة 5 بالظبط، فأكيد هيكون اجتماع مهم لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبعديه على طول هيبقى في بعض من القرارات من خلال هذا الاجتماع. فحلقة النهاردة دسمة شوية وتفاصيل كتير هنتكلم فيها، لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة، والسؤال بيتعلق بمباراة الغد ما بين الأهلي والزمالك. توقعات حضراتكم للتشكيل الأنسب، أو وجهة نظركم إيه هو التشكيل الأنسب للأهلي في هذه المباراة؟ هناخد تفاعلكم معنا من خلال سؤال الحلقة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. طيب خلينا نبتدي بأهم وأبرز العناوين، حلقة كلها في عناوين مهمة، فخلينا نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمباراة القمة، توفيق يا رب. وكمان وصول طاقم الحكام الإسباني للقاهرة، نتمنى له كل التوفيق. وأخيرا اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي. طيب خلينا نتكلم عن أهم المباريات النهاردة، المباريات كلها أكيد في بطولة الدوري المصري الممتاز ومباريات مهمة للغاية. النهاردة الساعة 7 إنبي مع فيوتشر، ماتش حلو وهيبقى قوي، فرقتين بمستوى كويس. ممكن إنبي مثلا بس اللي يعني عنده عدم استقرار فني شوية بعد رحيل الكابتن حلمي طولان المدير الفني المميز في الحقيقة، وجاله فييرا المدير الفني البرازيلي، فبالتالي ماتش هيبقى ليه معطيات مهمة قبل المباراة، لكن في نفس الوقت في الملعب هيبقى ماتش قوي جدا. فريق فيوتشر مستقر للغاية وعنده أهداف مهمة يعني حتى على مستوى اللاعبين هناك، هم عايزين يوصلوا الكونفدرالية، فبالنسبة لهم كل خطوة مهمة. الساعة 7 كمان مباراة المصري مع الجونة، مباراة مهمة لفرقتين برضه. كابتن حسام حسن في أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، وكان لعب ماتش في الكاس مع المصري، فمباراة هتكون مهمة بالنسبة له، والجونة عشان صراع البقاء في بطولة الدوري. الساعة 9:30 الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة. بصراحة كل المباريات مهمة لكل الفرق، لكن في الأول وفي الآخر كلنا بنستمتع بهذه المباريات. دي يعني أهم وأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز. لكن هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى كل التفاصيل والكواليس هنتكلم فيها مع حضراتكم في مختلف الملفات، فاستنونا. يلا اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي بيبتدي في اللحظات اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي. الاجتماع بيبتدي، اجتماع مهم اكيد، ده يعني هيتكلم فيه اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في مختلف الامور اللي بتهم النادي في مختلف الاصعده داخل القلعه الحمراء، من جوانب رياضيه، جوانب انشائيه، وكمان فيما يتعلق ببيان وزارة الشباب والرياضة، وده أمر مهم جدا في الحقيقة. البيان اللي خرج يوم الخميس اللي فات بالليل متأخر، واللي كان فيه يعني اتهام من وزارة الشباب والرياضة للاتحاد المصري لكرة القدم بأنه هو المسؤول عن عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبيان كان فيه بعض التوصيات وفي إدانة، لكن ما فيش قرارات مثلا بتتعلق بعقاب شخص ما أو تحرك تجاه الاتحاد المصري لكرة القدم. فأكيد هيتم مراجعة هذا البيان، أو مش مراجعة يعني، أكيد النادي الأهلي اطلع على هذا البيان، وأكيد ممكن يكون ليه بعض القرارات. طبعا ما أقدرش أستبق الأحداث وما أقدرش أستنتج حتى إيه هي القرارات اللي ممكن ياخدها مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر اللي كان عمله في مقر الأهلي بالجزيرة يوم السبت اللي فات
كان قال في آخر المؤتمر إن الأهلي بيحتفظ لنفسه بكافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي. فهنشوف موقف إدارة النادي الأهلي إيه النهاردة بعد الاجتماع، ممكن يكون النهاردة ممكن ما يكونش النهاردة الله أعلم، برضو دي حاجات بتخص مجلس الإدارة، ولهم كل الثقة والدعم بكل تأكيد. فمن هنا جاية أهمية أو جاية أهمية هذا الاجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي. ده فيما يتعلق بالاجتماع اللي بيبتدي في اللحظات دي، ولو في اي يعني كواليس ما اعتقدش ان هو هيخلص قبل الحلقه يعني، بس لو في اي حاجه خرجت بشكل رسمي قبل الحلقه هنعرضها قبل ما الحلقه تخلص يعني، هنعرضها على حضراتكم بكل تاكيد، او من خلال كمان مختلف برامج قناه الاهلي زي ما حضراتكم متعودين دايما. طيب، ناس كتير بتسالني على موضوع المدرب الاجنبي الجديد للنادي الاهلي، وخليني بس اقول لحضراتكم يا جماعه الاهلي مختلف والتجارب اثبتت كده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان احنا جينا فتره من الفترات بعد رحيل لاسارتي، فناس كتير جدا اجزمت بعدد من الاسماء، وناس كتير جدا اجتهدت وليهم الحق تماما في الاجتهاد، مفيش اي مشكله خالص، الكل بيحاول يجيب معلومه وسبق وهي الشغلانه كده يعني، فطبعا لهم كل الحق والاحترام والتقدير يعني في الاجتهاد. لكن في نفس الوقت الاسم اللي ما كانش مطروح اصلا وان الاعلام كله ما اتكلمش عنه هو اللي جه، كان ساعتها مين؟ فايلر. بعد فايلر نفس القصه، ما حدش لحق حتى يجتهد، اداره الاهلي اعلنت على قرارها على طول او عن قرارها على طول من خلال التعاقد مع موسيماني. فالمره دي من الوارد جدا جدا ان حضراتكم اكيد متابعين عدد كبير من السير الذاتيه في مختلف المواقع ومختلف البرامج، وكله بيقول خلاص الاهلي اقترب من فلان البرتغالي، والاهلي اقترب مش عارف من علان الفرنساوي، والاهلي اقترب من مش عارف مين، هتلاقوا اجتهادات كتير جدا. لكن من الوارد، خلي بالك بس، من الوارد انك تتفاجئ باسم ما تمش تداوله اصلا على الساحه الاعلاميه، وهو ده سيستم الاهلي، هم دايما قافلين على القرارات الهامه اللي زي دي، زي مثلا فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين. ممكن فجاه تلاقي الاهلي تعاقد مع فلان، تعاقد مع علان، لان المفاوضات بتبقى اغلبها سريه، رغم ان دلوقتي موضوع سريه ده بقى صعب، فبالتالي دي حاجه تحسب للنادي الاهلي. في حاله التعاقد مع مدير فني ما حدش اتكلم عنه في وسائل الاعلام المختلفه، تمام؟ فدي حاجة تحسب للنادي، إن حتى في ظل السوشيال ميديا، زمن السوشيال ميديا والإعلام وعدد القنوات والبرامج وكلام من ده، محدش قدر يجيب معلومة بالمدير الفني الجديد، كلها اجتهادات. فهننتظر ونترقب، وأنا واثق جدا جدا، أنا من الناس اللي بثق في الحقيقة في المسؤولين عن كرة في النادي الأهلي بخصوص إيه؟ بخصوص قراراتهم. ليه؟ لأن معظم القرارات اللي خدوها، دايما ما بحبش أقول كل القرارات لأن أكيد ممكن يكون في حاجات إيجابية وحاجات سلبية، ده طبيعي في أي حتة في الدنيا، لكن سلبيات الأهلي قليلة قوي بصراحة. فأنا واثق في الناس إن هم هيختاروا المدير الفني الأنسب. وبالمناسبة عشان حضراتكم تبقوا عارفين، الأهلي مش ممكن يقول لك إيه أصل في سيرة ذاتية جامدة قوي 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 فأنا أروح أجيبها وأتعاقد معاها، لا ما بتمشيش كده في الأهلي. الأهلي بيعمل إيه؟ الأهلي بيحط عدد من المعايير اللي بناء عليها يختار المدير الفني، المعايير دي انا عايزها ودي اللي هتنجحني. طب المعايير دي بتنطبق على مين؟ تنطبق على فلان وفلان وفلان. طب انهي افضل فيهم؟ ده رقم واحد، والتاني ده هحطه رقم اتنين لو ما نجحتش مع رقم واحد، ورقم تلاته ده هحطه لو ما نجحتش مع واحد واتنين. هي الدنيا بتبقى ماشيه كده، منظمه مرتبه، ومش اللي هو انا بتعاقد وخلاص. يعني مثلا زي ما هديكم مثال عشان الدنيا تبقى ابسطها لكم. جينا في الاتحاد المصري لكرة القدم لما جينا نتعاقد مع الكابتن إيهاب جلال، ففي المؤتمر الصحفي أحد الزملاء الأعزاء في المؤتمر الصحفي اللي كان خاص بتعيين الكابتن إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب الوطن، فأحد الزملاء الأعزاء الصحفيين اللي أنا بحترمهم جدا وبقدرهم يعني، سأل المدير التنفيذي ساعتها اللي كان بيتكلم على المنصة يعني داخل قاعة الاتحاد، فبيقول له إيه يا فندم المعايير اللي انتوا اخترتوا من خلالها الكابتن ايهاب جلال؟ قال له لا، دي حاجات بقى خاصه بمجلس الاداره. وانا اكاد اجزم ان والله العظيم ما كانش في اي معايير، ومش محتاج ان انا اجزم بكده، ده هي تصريحات الاستاذ جمال علام نفسه. قال لك ايه؟ انا جبت مدير ماليات قلت له تعالى كده بعد اذنك قول لنا في دولارات، قال لك مفيش دولارات. حلو، فقال له خلاص نجيب الكابتن ايهاب جلال، هي دي معايير؟ لا، اذا الاتحاد المصري ما كانش عنده معايير لاختيار المدير الفني، بالتالي كان الناتج ايه؟ الناتج الوضع السيء اللي احنا فيه بسبب مين؟ بسبب اتحاد الكوره. حلو، الاهلي كده؟ لا، الاهلي لا يختار
مدير فني بشكل يعني ايه، يعني خلينا نختار الفاظنا، يعني مش بشكل كده وخلاص تلقائي او عشوائي عشان المصطلح يبقى صحيح يعني. لا، بيبقى في معايير وفي متطلبات وفي امور مهمه جدا لازم ابقى عامل اعتباري عليها كمسؤول في النادي الاهلي او كمسؤول عن كوره يعني، وبناء عليها الراجل ده هيناسبني حاسعى للتعاقد معاه، مش هيناسبني لا، حتى لو السي في بتاعه جامد جدا. فهو الموضوع مش سهل، لكن انا واثق في الناس ان هم هيختاروا المدير الفني الانسب. ده فيما يتعلق بالمدرب، لان الناس كتير جدا بتسال، من الوارد ان حضراتكم تسمعوا اسم المدرب في اي لحظه من اللحظات، وما بقولش امتى وما اعرفش امتى، انا ما اعرفش، انا مش حافتي يعني، انا ما اعرفش امتى، لكن من الوارد ان احنا نتفاجئ بالمدير الفني، ممكن قبل الماتش بتاع بكره، ممكن بعد الماتش بتاع بكره، الله اعلم. فدي جزئيه مهمه جدا عشان نقفل الحديث في الملف ده. انا عايز بس اتكلم على الاتحاد المصري لكره القدم قبل ما عندي حاجه مهمه عايز اتطرق ليها. هو احنا امتى يا جماعه، امتى هنخلص من اسلوب الاداره العشوائي للاتحاد المصري لكره القدم؟ امتى؟ احنا بقالنا سنين في الوضع ده، يجي اتحاد يفشل، تيجي الجان تفشل، يجي اتحاد جديد يفشل. هتقولي ده لسه ست شهور. انا بقى امبارح استوقفني فيديو لاحد اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم عنده برنامج رياضي، هو اعتقد ايهاب الكومي يعني، عنده برنامج في قناه من القنوات، فالراجل طلع قال كلام استفزني جدا بصراحه يعني، استفزني جدا واستفز كل جماهير الكره المصريه. قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه احنا من دلوقتي نتحاسب، والله العظيم الخطا اللي حصل مع النادي الاهلي غير مقصود، واحنا بنعتذر للنادي الاهلي. هو في اولا تباين ما بين اعضاء الاتحاد، في ناس بتعتذر وناس بتقول لك لا احنا مش غلطانين، بدليل البيان اللي خرج على طول بعد مؤتمر النادي الاهلي، تمام، اللي هم بيقولوا فيه لا النادي هو اللي المفروض يطلب وكلام من ده وحاجات غير لا يعني غير صحيحه بالمره يعني. وقال لك احنا من دلوقتي ها نتحاسب بقى، لو في خطابات تاني، لو في خطابات تاني استخبت لا خلاص، اصل يبقى خلاص بقى نمشي. طب وحضرتك الست شهور اللي فاتوا دول مين اللي حاسب عليهم؟ يعني الست شهور كانوا بيتمثلوا في ضياع حق مصر في تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا وضياع حق النادي الاهلي، مين اللي حاسب عليهم؟ على راي زميلي شادي يقول لي مفتاح الدرج القنداية، تمام. موضوع المنتخب والمدرب اللي جه مين اللي حاسب عليه؟ والوضع السيء اللي احنا شفناه مباراه كوريا ومباراه اثيوبيا وكلام، مين اللي حاسب؟ الست شهور دول ما يتحسبوش يعني؟ يلا نلعب من الاول وجديد، هي في حاجه اسمها كده؟ مع كامل احترامي وتقديري للشخص اللي قال كده، انا بحترمه وبقدره جدا جدا وبقدر كل زمايلي بصراحه يعني، والله يعني، لكن في نفس الوقت يا جماعه لا، ما تستفزوش الناس، ما تستفزوش يا جماعه الناس بجد، اللي هو انسى خلاص الست شهور، احنا كنا غلطانين، اصل احنا مش قصدنا، تعالى بقى نبتدي من دلوقتي، لو حصل حاجه، لو في غلطه على الاتحاد ابقى حاسبنا. طب والست شهور دول مين يحاسب عليهم؟ يعني نقول مين غلطان؟ يعني مين اللي يشيل الليله؟ لان هي الليله لازم تتشال يا جماعه، اصل ما هو انت دلوقتي انتوا في اختبارات اتعرضتوا ليها وكلها فشلتوا فيها، اللي غلطان مين يبقى؟ الاتحاد ولا الانديه؟ لا الاتحاد. ده بخلاف ان تلاقي مثلا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم يقول لك ما فيش ولا دولار، يطلع مثلا عضو مجلس اداره يقول لك لا احنا عندنا موارد كتير. يا جماعه طب ما ترسل لكم على حل، وفجاه ما كانش فيه ولا دولار، ودلوقتي بنجيب اربع اجانب في الاتحاد، مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم، ومدير فني للمنتخب الاول، ومدير فني للمنتخب الاولمبي او مشرف على المنتخب الاولمبي ايا كان مسماه يعني، ومشرف على لجنه الحكام، اللي بالمناسبه يعني ما ينفعش مشرف، لا انت تجيب واحد رئيس لجنه حكام بالمناسبه يعني. انا مش ضد الاجانب اللي جايين خالص خالص، بالعكس دي حاجه كويسه وكنا بننادي عليها من زمان وبنتمناها من زمان، لكن انا مش عاجبني خالص التناقض. ارسالك على حل او اتفقوا يا جماعه على صيغه في الكلام يكون كلامكم موحد عشان الناس ما تضحكش او عشان الناس ما تستغربش منكم، فكلام كله عكس بعض في الحقيقه يعني. فجاه الدولارات هوب ظهر، ماشي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بقى، سواء استمروا ولم يستمروا ايا كان، احنا عايزين والله صالح الكره المصريه ومستقبل الكره المصريه والامور تمشي بشكل كويس. تعالى بقى للقطه مهمه جدا شفناها قبل ما نطلع الحلقه وبعتها لنا ناس كتير جدا من اصدقائنا على السوشيال ميديا،
وبتتعلق باختبارات النادي الاسماعيلي. طبعا الفتره دي في اختبارات في مختلف الانديه، وانا عندي تعليق على الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم دلوقتي، وتعليق مهم جدا، لان خلاص بقى احنا يا يعني جماعه يعني عايزين كفايانا، يعني كفايانا. قلت يا جماعه ايوه، بصوا حضراتكم، ده واحد شاب ولد ناشئ رايح يختبر فين؟ في النادي الاسماعيلي. رايح بتشيرت مين؟ قفشه، تشيرت النادي الاهلي اللي هو رقم 19 قفشه. فداخل، فلو جبنا بس معلش الفيديو من الاول، هتلاقوا واحد في وشه بيقول له ايه؟ لا ايه، اقلع التيشيرت ده، غير التيشيرت ده اللي انت جاي بيه ده، تمام؟ عشان انت في النادي الاسماعيلي ما ينفعش تلبس تيشيرت الاهلي حتى لو اختبارات، ايا كان انتمائك ايه. اهو كده الفيديو من الاول اهو. فبالتالي لا، يعني عايزين نعلق على الموضوع ده. انا بصراحه حاجه من الاثنين، يا ريت نكمل الفيديو عادي يا جماعه ونرجع عشان ايه نعلق على القصه دي. انا حاجه من الاثنين بالنسبه لي، يا اما ده فيديو مخطط لي، بمعنى ايه؟ هو اصلا مش منطقي ان يروح ناشئ ومعاه ولي امره يقول له البس تيشيرت الاهلي وانت رايح اختبارات نادي الاسماعيلي، يعني مش منطقيه شويه، مع انها المفروض عادي بصراحه، بس يعني طبقا لان في بعض المتعصبين وكلام من ده فخلاص مش منطقيه، تمام؟ فبالتالي ما هو يا اما الموضوع مقصود وجايبين كاميرا عشان نصور ونبقى ترند، بس للاسف ده ترند سلبي جدا جدا وغير مطلوب، وكفايانا بقى يا جماعه تعصب. ها، يا اما ده حقيقي وفعلا الكلام ده حصل بشكل فيه نسبه كبيره من الصدفه، وللاسف دي مش روح رياضيه اطلاقا. واللي عايز اكد عليه بعد الفيديو ده، انا مش هطل يعني مش ههاجم حد او مش هقول، بس احنا يا جماعه عايزين نخلص من التعصب، احنا عايزين نخلص من التعصب، وكفايانا بقى شد وجذب، وكفايانا بقى ايه يعني امور بتخلي يبقى في شحن ما بين الجماهير. جمهور الاسماعيلي جمهور كبير جدا، نادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، زي ما نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا، وجمهوره جمهور محترم وكبير جدا، زي جمهور الاهلي اكبر جمهور في مصر واكبر نادي في مصر. العلاقه دايما هتبقى كويسه، حتى لو في بعض الاحيان بيشوبها يعني للاسف بعض التوتر، لكن في الاول وفي الاخر يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر مصريين، احنا في الاول وفي الاخر كلنا اخوات وبنحب بعض، وفي الاول وفي الاخر برضه هي رياضه وكره قدم، تمام؟ فالمنظر اللي احنا شفناه ده غير مطلوب، سواء بقى لو كان معمول عن عمد يعني متظبط عشان ابقى اعمل فيديو ويبقى ترند، وده يعني أسوأ ترند في الدنيا، ده يبقى هزار يعني بايخ وملوش اي لازمه ودمه تقيل جدا يعني، ومش مطلوب اطلاقا ومش هنقبله اطلاقا، او ده حصل فعلا فبنربي في لعيبتنا التعصب. فاحنا عايزين يا جماعه نخلص من الحاجات اللي زي دي، نخلص من الحاجات اللي زي دي. ومش هتكلم في القصه دي اكتر من كده عشان ما اكبرهاش بشكل اكبر. احنا عايزين نطلع اجيال سويه يبقى عندها الروح الرياضيه ما بين الانديه، كل واحد يشجع النادي بتاعه بمنتهى القوه ويحب ناديه قوي قوي قوي. انا بعشق الاهلي، انا عن نفسي بعشق الاهلي، بس والله العظيم بحترم الزمالك وبحترم الاسماعيلي وبحترم كل الانديه بالذات الانديه الشعبيه. فهو ده المفروض يبقى يحصل، ولا زي كتير على فكره، بس للاسف اللي بيظهر واللي بيطلع ترند هي الحاجات السلبيه اللي زي دي، فاحنا مش هنقبلها ونتمنى ان هي ما تتكررش في اي من الانديه المصريه، عشان يكون في روح رياضيه للاجيال الجايه بعد كده ونبعد عن الخلافات. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل، فاستنونا يلا بينا. طيب يعني دي كانت اهداف مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول، ومباراه انا بشوفها من المباريات التاريخيه في الحقيقه بين القطبين. الاهلي قدر يفوز بنتيجه كبيره قوي قوي على نادي الزمالك بنتيجه 5-3. ممكن بعض جماهير نادي الزمالك يقول لك ده فرق 2 ومش فرق 2، ماشي مش مشكله يعني، بس ان انت تستقبل 5 اهداف ده كتير قوي قوي يعني، فا اوكي عادي. لكن هي كانت مباراه تاريخيه مليئه بعدد كبير جدا من الاهداف في مباراه واحده. فبالتالي استعدادات الاهلي للمباراه بكره، واكيد الزمالك برضو بيستعد بمنتهى القوه، وهي مباراه مهمه في مشوار الفرقتين في بطوله الدوري. اولا الاهلي باذن الله تعالى عنده بعض المباريات المؤجله، لو كسبها بخلاف مباراه بكره دي هيبقى الفرق كام نقطه؟ 5، صح كده يا جماعه ولا انا بقول غلط؟ 5. ولو كسب كمان مباراه الزمالك بكره هيبقى فرق 8، فانت بتبعد عن الزمالك بفرق محترم 8 نقط،
تمام في ظل المنافسه وفي مشوار المنافسه، فمهمه قوي المباراه بالنسبه للاهلي. طيب على الصعيد الاخر الزمالك اكيد المباراه مهمه جدا ليه. ليه؟ لان هو عايز يعطل الاهلي، لان الاهلي لسه ليه مباريات مؤجله، فبالتالي هتبقى المباراه صعبه لفرقتين كالعاده كعاده القمه. بس في نقطه انا عايز اتكلم عنها، بتابع شويه بعض يعني اكيد السوشيال ميديا واكيد بعض البرامج اللي تقول لك ايه، تقول لك لا الاهلي اوفر حظا والاهلي ما عندوش اصابات، رغم ان احنا تقريبا عندنا اصابه او اتنين من غير ما نخوض في تفاصيل يعني، والاهلي فنيا اعلى والاهلي. الكلام ده يا جماعه ملوش اي مقاييس، او ده مش مقياس خالص لاي نتيجه مباراه خالص، والكلام ده مش عايزينه ياثر على اللعيبه بتاعتنا وعلى الاهلي. الزمالك نادي كبير جدا جدا وفريق محترم قوي وعنده عناصر مميزه وعندهم بروفيسور، يعني بروفيسور فرير، فالماتش ده خارج التوقعات. فاكيد اكيد اي حد يقول لك اصل فرص الاهلي اعلى من الزمالك، لا في القمه ما فيش الكلام من ده. احنا شفنا السنه اللي فاتت الزمالك كان فرصه اعلى بكتير من الاهلي انه يكسب، والاهلي كان غايب من عنده حوالي 9 أو 10 لاعبين الماتش بتاع 2-1 وكسبنا الزمالك 2-1. فهي مباراة خارج التوقعات، طبعا خارج التوقعات ملهاش أي مقاييس، والمعطيات ملهاش أي مؤشرات خالص. أو ممكن تقولك الأهلي أو ممكن يكون ليه أفضلية بس في الملعب لا، أو يقولك الزمالك ليه أفضلية بس في الملعب لا. التسعين دقيقة الدنيا بتختلف لما يكون ماتش بالحجم ده ما بين فرقتين كبار زي الأهلي والزمالك، ما بين جماهيرية كبيرة قوي هنا وجماهيرية كبيرة هنا. ف يعني رساله الجمهور النادي الاهلي، لا احنا مش عايزين ان احنا نبقى عندنا ثقه زياده على اللزوم، لان الثقه دي بتتنقل للعيبه وللجهاز الفني. بالمناسبه الجهاز الفني الكابتن سامي قمصان عمل مباراه كبيره جدا المباراه اللي فاتت امام ايسترن كومباني، كسب 4-1 نتيجه كويسه تدي دافع معنوي جيد، اللعيبه ثقتها بتعود في نفسها، زائد عوده الدوليين اكيد ده شيء ايجابي، جاهزيه بعض العناصر المهمه ده شيء ايضا اكثر ايجابيه. فباذن الله تعالى الاهلي جاهز للمباراه. الزمالك عنده بعض الغيابات لكن اكيد هيبقى جاهز للمباراه، تمام، واكيد هيبقى عنده استراتيجيه مختلفه للماتش ده زي الاهلي. كابتن سامي قمصان باذن الله كلنا ثقه ودعم ومسانده ليه، في الحقيقه مدرب كبير ومدرب مميز، فهو في مرحله مؤقته اه طبعا، لكن في نفس الوقت باذن الله يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه علشان ياخد خطوه مع النادي بخصوص تحقيق بطولة الدوري الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي لموسم سابق، ودي بطولة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الأهلاوية. فالماتش هيبقى قوي جدا، تحكيم أسباني وده كان أمر مطلوب جدا، لكن للأسف هو يعني بشوف إنه مش ده أحسن حاجة كان ممكن نجيبها في الحكام بصراحة يعني، لكن ممكن يعني انتهاء بعض الدوريات والموسم في اوروبا وكلام من ده، فعدد كبير من الحكام واخدين اجازات وكده، فما قدرتش تجيب احسن حاجه، لكن برضو ان شاء الله يعني الاهم ان ما يكونش حكم مصري عشان نتفادى ما حدث في المباراه الاولى او بعد ما انتهت المباراه الاولى من تصريحات من الكابتن محمد عادل له كل التقدير والاحترام يعني. فحكم اجنبي نتمنى له يا رب كل التوفيق يلعب مباراه كبيره ويكون عادل وفير ما بين الفرقتين، احنا مش عايزين حاجه ثانيه، كل فريق الافضل يكسب، ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون افضل ويكسب. ده فيما يتعلق بمباراة الأهلي والزمالك. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الأخبار اللي اتكتبت على الأهلي وأيضا ممكن تكون بتتعلق شوية بالزمالك وعندنا تعليق مهم، فاستنونا بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الأهلي في السوشيال ميديا بالتحديد قبل مباراة الغد امام الزمالك في القمه. خلينا نبتدي بالخبر ده، في الحقيقه ما رضيتش ياخده يعني في اول حلقه ونكبر القصه ونتكلم فيها كتير لان الموضوع مش مستاهل يعني. حساب جول على تويتر وبيتكلموا على بيان نادي الزمالك او خطاب نادي الزمالك اللي تم ارساله لوزاره الشباب والرياضه، بيطلبوا فيه اقامه مباراه القمه المقبله على استاد القاهره بدون حضور جماهيري، واداره نادي الزمالك بتطالب بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بعد اقامه مباراه الدور الاول على نفس الملعب بدون حضور جماهيري. هو هنا السؤال يا جماعه، هو الواحد كان بيتفرج على مباراة تانية في الدور الأول؟ يعني أعتقد كلنا شفنا الماتش ده، ماتش أهلي وزمالك ما بيتفوتش يعني. فالماتش اللي الدور الأول كان فيه جماهير أهلي وجماهير زمالك يعني. لو عندنا بعض الصور موجودة مثلا أو فيديوهات للماتش أو لقطات ماشي يعرضوها. بس ماتش الدور الأول كان أهلي وزمالك، جمهور أهلي وجمهور زمالك. يعني إلا إذا إحنا كنا شفنا ماتش تاني. تمام؟ فمعرفش فين موضوع إن يبقى بدون جمهور ده، مش عارف.
رقم اتنين، اولا كامل الاحترام والتقدير يعني نادي الزمالك كنادي، زمالك ككيان، لكن في نفس الوقت هو احنا اتفاجئنا ان الماتش بكره، يعني نادي الزمالك اتفاجئ ان الماتش هيتلعب بكره، طب فين من بدري وانتوا عارفين ان الماتش في اهلي استاد الاهلي والسلام. رقم ثلاثة، لو ده نوع من انواع التشتيت فملهاش، يعني مش هيتشتت الاهلي بحاجه زي كده، الاهلي مركز في الماتش في ملعبه، مفيش اي مشكله خالص، واخد الموافقات الامنيه الملعب، رابطه الانديه على علم بكده، ورابطه الانديه هي اللي مقرره ان الماتش يبقى على الملعب او الاختيار الاول للنادي الاهلي. وقبل كل موسم كل نادي بيختار ملعبين، ملعب اساسي وملعب بديل. الاهلي مختار ايه؟ مختار ملعب السلام كاساسي، ملعبه البديل ايه؟ استاد القاهره. طيب هل ملعب السلام ما اتلعبش عليه مباريات بجماهير قبل كده؟ لا اتلعب. هل هو مش واخد الموافقات الامنيه؟ لا واخد. اذا ما ايه هو اللي يمنع خوض اللقاء في استاد الاهلي والسلام؟ مفيش، الا اذا احنا عايزين نعمل شويه جدل وبلبله وكلام من ده. تمام، ف ما عنديش تعليق اكتر من كده يعني على عن الكلام ده. مصدر بقى من رابطه الانديه المحترفه رد وقال ايه، هقول لحضراتكم بالظبط لان برضو نقفل القصه دي. قال لك زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، ملعب السلام حصل على الموافقات الامنيه واللازمه لاستضافه مباراه الغد بين الاهلي والزمالك في هذا الملعب. وهم بيقولوا يعني ان مفيش اي ازمه خالص ومفيش اي مشكله. وقال ان المباراه كمان دي ده يعني رد من رابطه الانديه المحترفه، ان مباراه الدور الاول كانت بحضور جماهيري، يعني كان في جمهور للاهلي وجمهور للزمالك بحضور 5000، او الماتش بكره هيقام ب 5000 مشجع، لكن الدور الاول كان ب 2000 هنا و 2000 هنا. فكمان المصدر قال ايه؟ قال نحرص على مبدا تكافؤ الفرص بين جميع الانديه في مصر. فيعني اي منطق يقول ان الزمالك يلعب على ملعبه اللي هو استاد القاهره الدور الاول اللي هو الماتش بتاعه اللي من تنظيمه اللي هو ماتش نادي الزمالك بجمهور، والاهلي الماتش بتاعه اللي من تنظيمه اللي هو ماتش النادي الاهلي على الملعب الاساسي بتاعه اللي هو الاستاد الاهلي والسلام يلعبوا بدون جمهور، فليه يعني؟ انهي منطق يقول كده؟ ففي كل الاحوال ماشي، نمشي الدنيا يا جماعه يعني، فاهم؟ زق معانا اليوم. خلينا نروح ناخد الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك. مش عايزين نقف عند الحاجات اللي ممكن تعمل ازمات بصراحه، احنا حتى هنا كفريق عمل صممنا ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده في اول الحلقه بقى في الفقره الاولى ونكبر القصه ونرد وكلام من ده، لا مش مستاهله والله خالص يعني. ماتش بين فرقتين كبار، ان شاء الله الافضل يكسب، باذن الله يكون الاهلي هو الافضل. الوطن الرياضي بيتكلموا على تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه الغد امام الزمالك، وبيقولوا عوده القوه الضاربه. قال لك ايه التشكيل المتوقع؟ محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني، خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، خط الهجوم احمد عبد القادر، محمد شريف، وحسين الشحات او بيرسي تاو. ف ده التشكيل المتوقع من حساب الوطن الرياضي. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي، حسام على تويتر بيقول ان قمصان يدرس الاستعانه بقفشه على مقاعد البدلاء امام الزمالك. يعني كل شيء وارد، قرار مدير فني، هو مدير فني دلوقتي الحالي للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان، فنتمنى له كل التوفيق باذن الله، وهو يعني صاحب قراره غدا واللي شايفه انسب اكيد هيعمله، ايا كان قفشه في الملعب او مش في الملعب، اكيد قفشه لعيب كبير جدا، لو ابتدى اساسي هيبقى اضافه، لو نزل كبديل اكيد هيبقى اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لخبر اخر من كوره بلس، حسام على تويتر بيقولوا ماذا يفعل الاهلي في مواجهات القمه تحت قياده المدرب المؤقت؟ وانا احب قوي الاحصائيات اللي بتبقى زي دي يعني. بيقول لك ايه، موسم 2013 2014 كان مع الكابتن فتحي مبروك الاهلي فاز على الزمالك 1-0، كان الكابتن فتحي مبروك ساعتها مدرب مؤقت. موسم 2015 او 2014 2015 كان ايضا مع الكابتن فتحي مبروك والاهلي فاز على الزمالك 2-0 السوبر، وكان فيريرا بالمناسبه ساعتها برضه السوبر المصري. عام 2015 كان مع مين؟ مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كان يعني مدير فني مؤقت والاهلي فاز 3-2 وكان برضه فيريرا مدير الفني الحالي لنادي الزمالك. موسم 2015 2016 كان ايضا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو وفاز الاهلي 2-0 ايضا كان مدرب مؤقت في هذا التوقيت. هل ده معناه ان الاهلي هيكسب بكره؟ طبعا لا، بس هي ارقام ما تديش اي دلائل على ان الاهلي هو اللي هيكسب بكره. كره القدم وارد ده يكسب ده يكسب، وارد جدا خصوصا لما يبقى ماتش ما بين فرقتين كبار زي الماتش ده.
طيب خلينا نروح لحساب كوره بلس، احنا لسه معاه بيقولوا طاقم حكام القمه يصل للقاهره، الناس خلاص وصلوا. طاقم التحكيم بقياده الاسباني خوسيه لويس منويرا وصل خلاص للقاهره لاداره المباراه بين الاهلي والزمالك. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق وان شاء الله نشوف يعني اداء تحكيمي مميز. اليوم السابع بص بقى انا معايا خبرين عكس بعض، يعني اكبر دليل على الكلام اللي انا قلته في الاول بخصوص المدرب بتاع النادي الاهلي. اليوم السابع بعد استطلاع راي جوزيه الاهلي يعقد اجتماعا مع باولو سوزا لخلافه موسيماني. ده اليوم السابع بيقولوا كده. ماشي تعال بقى الخبر اللي بعده من في الجول، وكيل باولو سوزا، الناس في الجول راحوا بقى اتكلموا الوكيل بتاع الراجل ده، قالوا له الاهلي ايه الدنيا، قول لنا الدنيا ماشيه ازاي. قال لهم والله ما فيش اي جماعه مفاوضات ما بيننا وما بين النادي الاهلي. فانتوا هتلاقوا كتير جدا من اخبار تتقال على الاهلي انه خلاص اقترب من المدرب ده، وهو اصلا ممكن ما يكونش الاهلي تواصل مع المدرب ده، او ممكن يكون تواصل بس مش اولويه للاهلي. فاهم قصدي ايه؟ فدي جزئيه مهمه. فيعني خلينا ننتظر قرار مسؤولين عن الكره في النادي وقرار مجلس الاداره بخصوص المدرب الجديد، وكلنا ثقه في ان شاء الله باذن الله الاختيار يكون صائب وفي صالح مستقبل الفرقه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. تعالوا نشوف ايه اللي في الترند المحلي وبالتحديد ما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم. ماشي خلينا نبتدي بحساب يلا كوره. مصدر بيقول يلا كوره اسهم المدرب الفني او المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال قد انخفضت. ليه بقى انخفضت يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ قال لك اصل في نيه داخل الاتحاد على بخصوص تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي. يعني بص بقى حضرتك، يعني احنا دلوقتي مدير فني للمنتخب الاول قلنا ايه، في كلام على كارلوس كيروش وفعلا حصل تواصل معاه، وبوميل كبديل ليه مثلا، ودي تصريحات من ناس مسؤوله اعضاء داخل الاتحاد. فالراجل فجاه كمرشح لمدير كمدير فني للمنتخب الاول هنجيبه بقى منتخب اولمبي وخلاص، يعني ماشيه كده ولا احنا عايزين مدير فني منتخب اولمبي ليه؟ بانهي مقومات؟ عشان يعمل ايه؟ استراتيجيته عامله ازاي؟ اهدافنا احنا ايه؟ مش عارف. ده نصح يعني الخبر يعني، بس يلا كوره موقع كبير يعني. وقال لك في محاولات لاعاده البرتغالي كارلوس كيروش، ده حقيقي، للمنتخب لتولي القياده الفنيه للفراعنه مره اخرى. ماشي خلينا ناخد الخبر اللي بعده، وهو من خلال البطولات وتصريحات لروجر ديسا مدرب منتخب مصر السابق كان مساعد كيروش. قال ما كان ينقص منتخب مصر الفوز على السنغال والتأهل لكأس العالم هو بعض الحظ فقط، عندما متفق معاه بالمناسبه في الجزئيه دي، عندما يصل الامر لركلات الترجيح لا يكون هناك الا الحظ، ان يهدر صلاح ركله جزاء هذا غير معقول. بيقول كمان ايه، بيقول انا ما عنديش فكره كيروش هيمسك منتخب مصر ولا لا، لكن هو حصل فعلا تواصل معاه، والراجل يعني هيبت في الموضوع يوم الاثنين هياخد قراره النهائي، ما اعرفش دماغه او تفكيره هيوديه لحد فين يعني كقرار بالنسبه لكيروش. انا على المستوى الشخصي اتمنى عوده كيروش، الراجل كان موجود عارف الدنيا شويه، مش عايزين نبتدي من الاول وجديد. هو كان اصلا المفروض يستمر ما يمشيش حتى لو البعض كان بيختلف معاه، لكن افضل من الوضع اللي احنا فيه يعني. طيب ده كان ترند المحلي، تعال نروح سريعا للجانب العالمي والوطن سبورت، وبيتكلموا على كيفن كامبل احد نجوم ليفربول السابقين، واللي بيقول محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول، وبيتكلم او ده كان مهاجم عفوا، ده كان مهاجم ارسنال مش احد نجوم ليفربول. قال محمد صلاح ليفربول سيتوصلان لاتفاق في الفتره المقبله ويبقى في قلعه انفيلد بعد عام 2023. اضاف مهاجم ارسنال السابق يتعين على الطرفين للتوصل الى حل وسط، انهما بحاجه الى ابرام اتفاق يناسب الجميع. محمد صلاح لاعب كبير واثبت ذلك في العالم كله، اصبح لاعب مهم جدا، وراجل بيتنبأ يعني بتجديد صلاح لعقده مع ليفربول. صلاح بصراحه عقليه مميزه جدا، وهو عارف القرار الانسب بالنسبه له هيكون ايه. نتمنى له كل التوفيق في كل الاحوال، ان الراجل بصراحه يعني رفع اسم مصر في كل حته. طيب كوره 11 على تويتر بيتكلموا بعد ان استغنى عنه جيرارد المدير الفني طبعا للفيلانز استون فيلا، موقع عالمي يكشف وجود مفاوضات متقدمه بين الفريقين او بين الفريقين التركي والانجليزي من اجل رحيل تريزيجيه عن بريمير ليج، ولكن عقبه وحيده تمنع اكتمال الصفقه. هنا بيقولوا يعني في ترابزون سبورت تركي اللي هو بالمناسبه فاز بالدوري التركي يعني عايز يشتري تريزيجيه، بس هي مشكله في الازمه الماليه اللي بيعانوا منها، فده بيصعب الامور شويه.
يعني دي ابرز الاخبار العالميه. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه ورؤيتكم لتشكيل افضل للاهلي في مباراه الغد امام الزمالك في القمه. محمد ماجد قال لك الشناوي في حراسه المرمى، كريم فؤاد، بنون، ياسر، معلول، حمدي فتحي، السوليه، الشحات، عبد القادر، تاو، وحسام حسن. ماشي، خلينا كمان ناخد احمد مصطفى، الشناوي، معلول، بنون، ياسر، هاني، ديانج باذن الله، لان ديانج ممكن يكون فيه بعض الشكوك حول مشاركته يعني، السوليه وحمدي، قفشه، عبد القادر، شريف. وبغض النظر عن التشكيل يا امير، كلنا واثقين فيهم بالتوفيق يا رب يا رب يا رب ليهم، وباذن الله اي حد يلعب يكون قد المسؤوليه اكتر باذن الله يا ابو حميد. طيب خلينا كمان ناخد السيد محمد هيبه، قال ايه؟ قال الشناوي، كريم فؤاد، بنون، ياسر، معلول، حمدي، السوليه، الشحات، عبد القادر، تاو، وحسام حسن. يعني دي ابرز تعليقات حضراتكم على رؤيتكم للتشكيل الاقرب او الافضل للاهلي في مباراه الغد، لكن تبقى القرارات كلها خاصه بالكابتن سامي قمصان. نتمنى له يا رب كل التوفيق من خلال استعداد اخير لهذه المباراه وتدريبات اليوم، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده هتكون مليئه بالكواليس قبل انطلاق مباراه القمه. استنونا، الى اللقاء.